illustriamo. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أرحب بكم وأن أنا أرحب بفخامة الرئيس في زيارتك لمصر. اسمح لي أن أنا أسجل بكل تقدير واحترام تحياتي لك وتقديري لكل الجهود اللي بتبذلها من أجل احتواء الأزمة. الأزمة اللي احنا بنعيشها وأتصور أن احنا كلنا متأثرين بيها. تأثير كبير جدا في منطقتنا بالكامل وعلى العالم كله. يمكن تحدثت مع فخامة الرئيس مطولا في أزمة الأزمة اللي احنا بنجابها دلوقتي، أزمة قطاع غزة، وتكلمنا بتفصيل شديد وبعمق شديد في جهود لاحتواء هذه الأزمة والعمل على ان هي يعني ما يكونش ليها تداعيات أكتر من اللي احنا بنشوفه دلوقتي. اتفقت مع فخامة الرئيس على أهمية إن الأزمة الحالية لا تتسع لتشمل يعني عناصر أخرى أو مناطق أخرى، ويبقى بس يقتصر الجهد والعمل اللي احنا بنعمله على إن احنا نحتوي التطورات اللي بتمر بقطاع غزة. قطاع غزة ده معناه ان احنا ببساطة ننظر بخطورة شديدة جدا من اتساع دائرة العنف، وان يشمل اطراف اخرى داخل الاقليم او المنطقة، ومخاطرها الشديدة جدا على الاستقرار والامن في منطقتنا. واحنا توافقنا على ان النقطة دي محتاجة ان احنا نتحرك ونعمل بشكل مكثف فيها من اجل منع مزيد من التدهور في الموقف في منطقتنا. أيضا تكلمنا على أهمية احتواء وتهدئة الموقف في غزة. وهنا بنتكلم ولازم أسجل دي، أولا لتفاهم الرئيس ماكرون الحقيقة لفكرة إن عملية النزوح أو الهجرة أو الخروج من القطاع في اتجاه الأراضي المصرية أمر شديد الخطورة، وتوافقنا على ان ده امر مش احنا في مصر مش هنسمح بيه فقط، لا ده خطر جدا على القضيه في حد ذاتها. لان اذا كانت النهارده قضيه حل الدولتين، وده امر ايضا توافقنا عليه على ان هو غياب الافق السياسي لحل القضيه الفلسطينيه كان احد اسباب التداعيات اللي احنا شفناها مش في الجوله ديت، في 5 جولات من الصراع خلال ال 20 سنه اللي فاتوا. غياب الأمل، حالة الإحباط، اليأس، ده كل دي كانت عبارة عن أسباب أدت إلى الاقتتال اللي احنا بنشوفه بشكل أو بآخر. فاتفقنا على أن خروج الفلسطينيين ده مش حل، لأن إذا كانت الحل الدولتين لم ينجح والفلسطينيين موجودين على أراضيهم يبقى مش معقول أن هم ممكن ينجحوا وهم مش موجودين على أراضيهم. دي نقطة. الهدف بتاع الحرب المعلن ان هو يعني تصفيه حماس والجماعات والفصائل المسلحه اللي موجوده في القطاع، وده هدف انا يعني كلنا عارفين كويس قوي، والخبرات اللي موجوده لكل القاده على مختلف المستويات بدول مختلفه هذا الامر بيتطلب سنوات طويله جدا. ويمكن ده ايضا من ضمن الموضوعات اللي احنا تحدثنا فيها على اهميه ان احنا نسعى من أجل عدم الاجتياح البري للقطاع، وده أمر في منتهى الأهمية أنا بسجله هنا، لأن الاجتياح البري قد ينتج عنه يعني مش تحديات، لا يعني ضحايا كثيرين جدا جدا من المدنيين. ويكفي أن حتى الآن إحنا بنتكلم ما يقرب من 6000 من المدنيين سقطوا حتى الآن، نصفهم تقريبا من الأطفال، نصفهم تقريبا من الأطفال. ويجب أن نضع ده في عين الاعتبار في استمرار الأزمة وعدم وضع السلامة سلامة المدنيين في الاعتبار عند التعامل مع الفعل العسكري الإسرائيلي في القطاع. نقطة أيضا
توافقنا على ان احنا نعمل فيها بجد، وهي ادخال المساعدات الانسانيه بالحجم اللي يتناسب مع 2.3 مليون فلسطيني موجودين في القطاع. والنهارده احنا بنتكلم من 7 اكتوبر لغايه النهارده تقريبا دخلنا في 15 يوم والقطاع تحت الحصار الكامل، وبالتالي وقطع الكهرباء وقطع المياه وقطع الوقود عنه، وده أمر كان ليه تداعيات كبيرة جدا على الحالة الإنسانية داخل القطاع. وإحنا قلنا إن إحنا هنا متوافقين أيضا على أهمية إن إحنا نتحرك في إدخال مزيد من المساعدات. وهنا أسجل شكر لفخامة الرئيس إن هو وعد بإرسال سفينة مستشفى إلى لتقديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها، يعني يحتاجها من المصابين الفلسطينيين. أيضا تحدثنا على أهمية إتاحة الفرصة والوقت إن إحنا نعمل على إطلاق مزيد من الرهائن ومزيد من الأسرى اللي موجودين في القطاع، وده من خلال تهدئة الموقف ما أمكن، تهدئة الموقف ما أمكن حتى نستطيع أن نعمل من أجل إطلاق مزيد من الرهائن والأسرى الموجودين لدى حماس. احنا في مصر حريصين على ان احنا نقوم بدور ايجابي جدا جدا في هذه الازمه من خلال تفهمنا ومن خلال معاشرتنا للواقع، واقع تطور القضيه الفلسطينيه، وان القضيه الفلسطينيه قضيه القضايا بالنسبه لنا وبالنسبه لمنطقتنا، وان الراي العام العربي والاسلامي متاثر جدا جدا ومقدر جدا جدا قد ايه حل القضيه دي هيكون ليه انعكاس كبير جدا جدا. ويمكن يعني يمكن حد يقول هل في فرصة حقيقية لمكافحة الإرهاب؟ أنا بقول للرئيس ماكرون إن الفكرة دي بدأت في مخيمات، نتيجة مخيمات الفلسطينيين، نتيجة فقد الأمل. مفيش أمل، مفيش فرصة إن احنا نديهم دولة، الدولة دي تبقى جنبا إلى جنب مع الدولة الفلسطينية، تحترم وتحافظ على أمن الإسرائيليين وأمن الفلسطينيين بكل الضمانات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. لما فقد هذا الأمل ولما الممارسات اللي كانت موجودة خلال السنين الأخيرة اللي فاتت فيما يخص المسجد الأقصى يعني التوسع الاستيطاني اللي موجود، كل ده كان عبارة عن تغذية لحالة الكراهية والغضب اللي احنا محتاجين نفرغها بان احنا نحيي مرة تانية عملية السلام في المنطقة فيما يخص حل الدولتين. توافقنا مع فخامة الرئيس على ان احنا نتحرك سويا ونعمل سويا من اجل هذا الهدف النبيل، هو احتواء الأزمة، عدم تصعيدها، ادخال المساعدات، تخفيض التوتر ما امكن، عدم أو السعي إلى عدم دخول أطراف أخرى في النزاع الحالي. وهنا أنا بسجل مرة تانية شكري الشديد باسمي وباسم كل إنسان مخلص في منطقتنا للرئيس الفرنسي ماكرون على الجهد وعلى الحركة اللي بيبذلها من أجل احتواء هذه الأزمة. وهذا الأمر هننجح فيه لأن الإخلاص في العمل من أجل الأبرياء ومن أجل المسلمين لازم ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا فيه. وبقول للرئيس ماكرون إن التاريخ هيشهد لك إنك أنت بتبذل جهد كبير قوي قوي، كان زار إسرائيل وزار رام الله وزار الأردن والنهاردة في مصر يمكن في خلال يومين أو ثلاثة فقط الجولة الكبيرة دي. فخامة الرئيس نحن بكل التقدير والاحترام والإعجاب والشكر لشخصكم ولفرنسا، وثق ان لك في مصر اصدقاء حريصين ايضا على العمل سويا من اجل تحقيق السلام ونزع فتيل هذه الازمه اللي احنا كلنا بنتالم على الضحايا اللي موجودين فيها. يمكن كان في حد يقول لي يا ترى انتوا يعني تقبلوا ان يبقى فيه هجوم على المدنيين؟ لا طبعا، نحن ندين كل الاعمال التي تمس المدنيين، كل المدنيين، مفيش كلام في ده، لأن المدني ده ملوش علاقة بالغضب والألم والحالة اللي احنا فيها. بس أنا عايز أقول مهم قوي إن احنا وإحنا بنتكلم في النقطة ديت نتكلم فيها
بمعيار واحد، يعني المدنيين اللي هنا والمدنيين اللي هنا. مرة تانية برحب بيك فخامة الرئيس، أهلا وسهلا، تفضل. Merci beaucoup, Monsieur le Président. شكرا جزيلا سيادة الرئيس، شكرا على استقبالكم، شكرا على هذه الكلمات. مرة أخرى يسعدني أن أكون في القاهرة إلى جانبكم لمواصلة الحوار الاستراتيجي القائم بيننا منذ عدة سنوات في هذه اللحظات الخطيرة العصيبة. لقد ذكرتم للتو بأننا نعيش فترة مظلمة جدا، وفي مثل هذه الأوقات يهم أن نبذل كل ما بوسعنا لتفادي التصعيد ولتفادي تزايد حدة التوتر. لا شيء يبرر الهجوم الإرهابي لحماس ضد إسرائيل. فرنسا أدانت ذلك فورا و اعترفت لإسرائيل بحق الدفاع عن نفسها باحترام أحكام قانون الحرب والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. ولكن اليوم الوضع الذي نراه اليوم يمكن أن يقودنا إلى مخاطر وتصعيد، وهذا ما تكلم عنه، وبالتالي من الضرورة أن نقوم بعمل سريع. أولا وقبل كل شيء، وأود أن أشكركم سيادة الرئيس، وأحيي وأنا أقف إلى جانبكم الجهود التي تبذلها دولة قطر لإطلاق سراح الرهائن. هناك أكثر من 200 رهينة تحتجزها حركة حماس اليوم، ولسوء الحظ هناك 9 رهائن من الفرنسيين أو من مزدوجي الجنسية، ولكن كل الرهائن يجب أن يتم إطلاق سراح بأسرع ما يمكن. وأشكركم خالص الشكر على الجهود التي تبذلونها منذ 7 أكتوبر الماضي لهذا الغرض. هذا هام جدا، ونحن نفعل كل ما هو ممكن لتسهيل هذه المسألة. ثم أود أن أشكركم في هذا السياق على قيادتكم وعلى على القمة التي نظمتموها في القاهرة الأسبوع الماضي للتذكير بالمأساة الحالية وضرورة إيجاد حل لها بأسرع ما يمكن. وكذلك سمعت رسالتكم سيادة الرئيس، كما سمعت صرخة الإنذار التي أطلقها ملك الأردن فيما يتعلق بازدواجية المعايير. أريد أن أكون واضحا جدا، فرنسا لا تمارس ازدواجية المعايير، القانون الدولي ينطبق على الجميع. وفرنسا دوما دافعت عن قيم عالمية، قيم الإنسانية العالمية، حياة البشر متساوية، وليس هناك من أولويات. كل الضحايا يستحقون تعاطفنا والتزامنا من أجل السلام في الشرق الأوسط، ونبقى أوفياء لذلك. أنا أعرف أيضا التزامكم سيادة الرئيس في هذا الموضوع. عودة إلى ما قاله سيادة الرئيس للتو، ما نريده هو في الواقع مبادرة سلام وأمن تسمح بتفادي التصعيد وتعالج الجذور لهذه المشكلة التي نمر بها اليوم. أولا، الجزء الأول من جوابنا هو مكافحة الإرهاب. أقول ذلك لأن في 7 أكتوبر تم ارتكاب عمل إرهابي خطير ضد رضع، ضد أطفال، ضد نساء، ضد بالغين بدون مبرر. وهنا أيضا قتل فرنسيون، 31 مواطن فرنسي قتلوا في هذه العملية. ولكن لا يجب أن نتساهل أمام الإرهاب. أنا أعرف أنكم في مصر حريصون جدا على مكافحة الإرهاب، ولقد خضتم هذه المعركة لسنوات، وبالتالي أود أن يكون أن نستمر في تعاوننا الوثيق في مجال المعلومات واستهداف الإرهابيين. والجواب الصحيح هو أن نتعاون، أن نتعلم دروس التي استخلصناها من تحالف الدولي ضد داعش الذي عملنا في إطاره منذ عدة سنوات، ونتبنى التدابير المطلوبة ضد المجموعات الإرهابية التي تؤذينا في المصلحة في المنطقة. إذن هذا تعاون إقليمي ودولي لاستهداف الإرهابيين وحماية المدنيين، والتعاون في مجال الاستخبارات وتبني تدابير متعددة لاستئصالهم. هذا عمل سوف يتطلب الوقت،
الوقت سوف يتطلب أيضا التحضير وسيحتاج إلى مجهود لفترة معلومة. مصر وفرنسا تعرفان ما هي معاناة من جراء الإرهاب، وأعتقد أن هذا هام جدا. المحور الثاني الذي نريد أن نتقدم فيه يتعلق بحماية المدنيين. ذكرتم سيادة الرئيس على وجه الخصوص، تكلمتم عن الفلسطينيين من رجال ونساء. المساعدة الإنسانية يجب أن تصل إلى غزة بدون عوائق، وأود أن أحيي ما تفعله مصر لسكان غزة اليوم. لقد تكلمت عن هذا الموضوع بالأمس وصباح اليوم مع جلالة ملك الأردن، وهو ملتزم بقوة عن طريق مستشفى تعمل الأردن على حمايته وضمان استمراره بالعمل، وتكلمت عن هذا الموضوع أيضا مع رئيس وزراء نتنياهو ومع الرئيس محمود عباس لوصول المساعدة الإنسانية. فرنسا أصرت على وصول المياه إلى غزة بدون أي عقبة وإعادة تزويد القطاع بالكهرباء، وبالتالي سوف نستمر بهذا العمل الملح والطارئ. وصباح اليوم كان لي نقاش مع ممثلين عن الأونروا وقالوا لي أن الوضع حرج. إذن هذا هو الوضع الذي نريد أن نجد حلا له بالعمل معكم وإلى جانبكم. كما تعرفون فرنسا تعمل لدعم هذا الجهد، إذ نقدم مساهمة عالية للأونروا. لقد في الأسابيع الماضية زدنا مساهمتنا للأونروا بقيمة 10 مليون يورو لمصلحة الشعب الفلسطيني، وبتنسيق وثيق معكم نريد استخدام الدروب المفتوحة انطلاقا من مصر. هناك طائرة فرنسية سوف تحط غدا في مصر لتسليم معدات ومواد طبية، وهناك طائرات أخرى سوف تتبعها، وسوف نكون نشطين بالنسبة للأدوية والمواد الطبية. وكذلك وأشار الرئيس إلى ذلك على إثر محادثاتي مع كل الأطراف المعنية بالأمس، أود أن أعلن أني قررت أن إرسال سفينة من البحرية الفرنسية لتأتي لدعم مستشفيات غزة. السفينة سوف تغادر مرفأ طولون في الساعات المقبلة. كذلك سوف قمنا بحشد موارد مالية إضافية لتقديم المساعدة في غزة وفي الضفة الغربية، ولا ننسى كذلك حماية الرجال والنساء. وأشكركم كذلك على التعاون الممتاز لحماية مواطنينا. هناك 54 مواطن فرنسي في غزة اليوم ونريد حمايتهم. هناك حوالي 170 فرنسي أو موظفين في المعاهد والمؤسسات الفرنسية، ومن التابعين لهم أسرهم، ونود إخراجهم وحمايتهم. والأساس الثالث إلى جانب مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين، المحور الثالث هو المحور السياسي. طبعا هو الأصعب، ولكنه هو في جذور الكثير أو سبب الكثير من الحقد في هذه المنطقة. كنا نقول مع سيادة الرئيس أننا منذ بضعة شهور كنا نتكلم عن الحق المشروع للشعب الفلسطيني في دولة وفي حل سياسي. كان عدد الذين يتكلمون عن هذا الموضوع قليلا في الأونة الأخيرة. تعرفون أن فرنسا لم تحد أبدا عن هذا الدرب، ومصر لعبت دائما هذا الدور المتميز في حمل القضية السياسية إلى الواجهة. يتعين علينا أن نبذل اليوم جهود متميزة للوصول إلى دولتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان. هذه فكرة قديمة ولكن لم يعفى عليها الزمن، وبالتالي أعتقد أن الدرب السياسي ضروري ولا بد منه، لأنه يشكل مخرجا للغضب لا يكون العنف، ويعني الاعتراف بالحق المشروع للشعب الفلسطيني ويضع إطار لهذا الموضوع. علينا أن نفعل ذلك، لقد طال الانتظار، ومن الملح والطارئ أن نفعل ذلك اليوم. وأعتقد أنه علينا أن نخوض هذا المسار السياسي في نفس الوقت الذي نكافح فيه الإرهاب، وفرنسا مستعدة. وأشكركم على كلماتكم، وأعتقد أننا نلتقي في هذا النهج.
النهج سيادة الرئيس. نحن نريد أن نعمل مع كل الشركاء من ذوي الإرادة الطيبة في المنطقة وفي العالم. نريد مبادرة على محاور ثلاثة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين وإيصال المساعدة الإنسانية والشق السياسي وحل القضية الفلسطينية. كل هذا يتماشى تماما وأمن إسرائيل، وتعرفون أن هذا موضوع يهمنا، وهذا يجب أن يكون في كل مرحلة من النقاط الحاضرة إلى أذهاننا. هذا يسمح لنا بتحقيق السلام في المنطقة. كل دول المنطقة تقبل وجود إسرائيل وتقبل ضمان أمن إسرائيل، وأن يتم الاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه بدولة تعيش بأمان وسلام، ونتفادى التصعيد وتزايد حدة التوتر. أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لنعمل معا، ونحن نريد أن تقدم على هذه المحاور الثلاثة مرة أخرى. شكرا لكم سيادة الرئيس، ولقد اتفقنا مع سيادة الرئيس السيسي على تعزيز شراكتنا أكثر. لقد اختبرنا ذلك في السنوات الأخيرة حول كل المواضيع الاستراتيجية، وخاصة في مواجهة الأزمة الليبية، وسوف نعمل يدا بيد. أنا أعرف دوركم المتميز، وأود إن سمحتم لي بهذه الكلمات، أود أن نعزز أكثر هذا المحور، لأني أعتقد أنه محور عادل وفعال ويحترم القضايا. شكرا سيادة الرئيس.